بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. مشهدنا في هذه الحلقة ربما هو أعظم المشاهد. نتحدث وإياكم عمن نتحدث عن الله عز وجل. إنه الله، كلمة الله إذا قلتها لوحدها أحسست وكأنها تخرج من قلبك. الله، تحس بشعور غريب، شعور فيه الراحة فقط من لفظك لكلمة الله. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي الحي القيوم. وإذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل اعرف عظمة خلقه جل وعلا. وسأضرب لك مثالا، الذي تراه الآن في الأعلى في السماء ليس في السماء الحقيقية. السماء الحقيقية لا ترى بالعين أبدا. نحن الآن في نقطة في مجرتنا، وهذه المجرة نقطة في الكون. الكون الفسيح لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تريد أن تعرف قدر الكون كله عند السماء الدنيا؟ ملايين السنين الضوئية بيننا وبين هذه السماء، شيء عظيم خلق الله عز وجل. هذه السماوات، السماء الدنيا التي هي سقف الكون، السماء الدنيا فوقها السماء الثانية بين السماء الدنيا. تخيل هذا المشهد، بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، 500 سنة بين السماء والسماء. 500 عام، أي شيء؟ هل هو طيران الطير وخفقان جناحه؟ هل هو مسيرة ملك من الملائكة؟ هل هو مسيرة ريح من الرياح؟ الله أعلم. إنها 500 عام بين السماء الدنيا والسماء الثانية، وبين السماء الثانية والسماء الثالثة 500 عام، ثم 500 عام، ثم إلى السماء السابعة. أما السماء السابعة فوقها ماء، ماء مسيرة 500 عام. تخيل خلق الله عز وجل. إحنا ولا شيء أصلا، المجرة اللي حنا فيها، الكواكب هذه لا شيء. ثم ماء، ثم فوقه الكرسي. شفت الكون مع السماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة. تخيل 100 فلس، 100 فلس ترميها بصحراء، 100 فلس السماوات والكون كله، 100 فلس السماوات والكون كله، الصحراء هو الكرسي. بس أقرب لك الصورة. وسع كرسيه السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي. أما عرش الرحمن جل وعلا فنفس المثال. تخيل الكرسي 100 فلس والصحراء العظيمة هو العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض، فوق الكرسي عرش الرحمن جل وعلا. أما الرحمن، الرحمن، الرحمن على العرش استوى. عظمة الله عز وجل أنه لو تمشي نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء تدب على الأرض برجلها لسمع الله صوت دبيبها. وسع سمعه الأصوات كلها. من؟ إنه الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله جل وعلا يتحدث عن نفسه في حديث قدسي، أريد منك أن تعيش هذا الحديث، لا تسمع، عش هذا الحديث. يبين هذا الحديث فقر البشر والخلق إلى الله جل وعلا. سأقرأ عليك الحديث مرتلا لكنه حديث ليس بقرآن. الله عز وجل انظر ماذا يقول، عش جملة جملة أشوف فقرنا إلى الله عز وجل. يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوف جملة جملة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف الآن عش عش الجو. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر وسبحان الله. تسمع هذا الحديث فلا تملك إلا أن تسبح الله. عمن نتحدث؟ إننا نتحدث عن الله عز وجل، عن الواحد الأحد، عن الصمد، عن الذي لم يلد ولم يولد، عن الذي لم يكن له كفوا أحد. جاء في الآثار أن الله عز وجل يقول إني لأستحي أن يرفع عبدي يديه إلي فأردهما خائبتين. فرفع عبد يديه إلى السماء، رب اغفر لي رب اغفر لي، والملائكة تعلم فجوره وظلمه وعناده وإصراره، فتقول الملائكة أي ربي، والله أعلم به، أي ربنا، إنه ليس أهلا للمغفرة، هذا ما يستحق، إنه ليس أهلا للمغفرة. فيقول الرب عز وجل لكنني أهل للتقوى والمغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فيغفر الله عز وجل له. رجل يؤجر عند بغلة، يوصل الناس من بلد إلى بلد، يوصل الناس من قرية إلى قرية. أركب رجلا غريبا يريد أن يوصله إلى بلده، في الطريق قال أعرف طريقا مختصرة. يقول فدلني على طريق موحشة بين الجبال والشعاب،
فرأيت عظاما لآدميين فخفت. يقول: فلما انقطع الطريق قال: انزل، علمت أن بالأمر شيء. فأخرج سلاحه سيفه يريد قتلي. قلت: لك البغلة ولك المال ولك كل ما أملك، لكن اتركني أرجع لأولادي وعيالي ينتظروني. قال: أما المال فقد حصلت عليه، أما أنت فإني سأقتلك. قال: دعني أصلي ركعتين. قال: صلي وخفف. يقول: فلما صليت نسيت كل شيء من شدة الخوف، وما تذكرت إلا آية أخذت أرددها: أمن يجيب المضطر، من؟ إنه الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول: وأنا أصلي إذ رأيت فارسا يلبس ثيابا بيضاء بيده رمح على فرسه مسرع مقبل إلينا. يقول: من أين جاء لا أدري. يقول: فلما وصل إلينا رفع الرمح وضرب به قلب صاحبي ومات من فوره. يقول: فخفت. قلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله. ويكشف السوء؟ إنه الله عز وجل. نتحدث عن الله أرحم الراحمين جل وعلا، أكرم الأكرمين. جاءت امرأة إلى موسى عليه السلام لا تلد، قالت: يا موسى ادعو ربك أن يرزقني ولدا. قال: اللهم ارزقها ولدا. فكلمه الله والله يكلم موسى، قال: يا موسى إني كتبتها عقيما، خلاص هذه ما تلد. فجاء موسى للمرأة وقال: دعوت الله فقال إنه كتبك عقيما. فجاءت المرأة بعد سنة فقالت: ادعو الله لي. فدعا الله لها فقال الله: يا موسى إني قد كتبتها عقيما. فرجع موسى إلى المرأة فقال: سألت ربي فقال قد كتبك عقيما. فذهبت المرأة، رجعت بعد زمن وتحمل بيديها طفلا صغيرا إلى موسى عليه السلام. قال موسى: ما هذا الطفل؟ من هذا الطفل؟ قالت: إنه ولدي. قال: ماذا؟ قالت: إنه ولدي. قال: كيف؟ فسأل موسى ربه، قال: يا رب كتبتها عقيما وولدت. فقال الله عز وجل لموسى: كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، وكلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي. يا الله. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تيأس من روح الله أبدا، فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خرج أحدهم يناجي ربه فقال شعرا في الله جل وعلا: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا رضي الرب عز وجل عنك ماذا تريد من الدنيا؟ والله ما تريد شيئا. إن العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ليست الفرائض فقط، صلوات الخمس، لا، صلاة الضحى والوتر والليل والرواتب، يتقرب إلى الله بالنوافل. يصوم رمضان وستة من شوال واثنين وخميس والأيام البيض، يتقرب إلى الله بالنوافل. يزكي ويتصدق وينفق يمنة ويسر، يتقرب إلى الله بالنوافل، حتى يصل إلى مرحلة يحبه الله جل وعلا. في أعظم من هذا المنصب؟ في أعظم من هذه المكافأة؟ الله يحبك، يحبه الله. فإذا أحبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وإن سأله أعطاه،
وإن استعاذ به أعاذه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علق القلب بالله جل وعلا وحده. تعرف من هو الله؟ والله لو قدر الناس قدره ما عبدوا غيره، والله لو عرفوا قدره ما عصوه أبدا. شفت الأرض العظيمة هذه؟ شفت السماوات؟ يطويها الله عز وجل يوم القيامة كما يطوي أحدنا كتابا. السماوات ما نشوفها، يطويها الرب مثل الكتاب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه الله لا إله إلا هو. أعظم أمنية لأي مؤمن في هذه الدنيا أن يرى وجه الله عز وجل، الله العظيم. إن الله جميل يحب الجمال. موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، كلمه الله عز وجل مباشرة فاشتاق لرؤية ربه جل وعلا. قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. فقال الله عز وجل له: لن تراني في هذه الدنيا، لا يراني أحد، وإذا أردت أن تعرف السبب انظر إلى الجبل الذي بجنبك. هذا الجبل العظيم لن يطيق رؤيتي في الدنيا، لا يراني أحد. هذا خاص لأهل الجنة. ولهذا ضرب الله عز وجل مثلا لموسى عليه السلام، قال: سأتجلى للجبل قدر هكذا، شيء قليل جدا، سأتجلى للجبل، فإن تحمل الجبل فسوف تراني أنت. فإذا بموسى عليه السلام ينظر إلى الجبل، فجأة اهتز الجبل، فجأة اندك الجبل وصار ترابا، فصعق موسى عليه السلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فكل مؤمن يشتاق لرؤية ربه جل وعلا. إذا دخل أهل الجنة الجنة، واسمعوا لهذا الحديث، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد في الجنة: إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم. الله أكبر، الله جل وعلا يطلب زيارة من؟ أهل الجنة له، وهم يلهون ويلعبون مع غلمانهم وأهليهم وأصدقائهم وإخوانهم على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار. فجأة يسمعون المنادي ينادي: إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم. يريد أن تزوروه، فيقولون جميعا: سمعا وطاعة. فينهضون إلى الزيارة مبادرين، يسرعون لزيارة من؟ لزيارة الله جل جلاله. فينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم المراكب، فيستوون عليها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك،
فلم يغادر الداعي منهم أحدا. كل أهل الجنة قد اجتمعوا، فيأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم من يكون فيهم دني، جلسوا على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم. كل واحد خذ مكانه، كل أهل الجنة من المنابر التي على النور إلى كثبان المسك، كلهم قد جلسوا وانتظروا. فنادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيشرف الرب عز وجل يقول: سطع نور في الجنة. من أين جاء النور؟ ما يدرون. فيسمعون أول الكلمات من ربهم جل وعلا يقول: سلام عليكم. الله جل جلاله يسلم على أهل الجنة فيردون. انظر إلى جواب أهل الجنة: اللهم أنت السلام. أحسن رد على التحية: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك الرب عز وجل إليهم ويقول، إلى الآن يسمعون الصوت ما رأوا ربهم جل وعلا: يا أهل الجنة، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ يسمعون صوته جل وعلا، يسمعون الكلام لكنهم ما رأوه جل وعلا. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. فيجتمع أهل الجنة على كلمة واحدة يقولون لربهم: أن قد رضينا فارض عنا، قد رضينا فارض عنا. فيرد الله عز وجل تبارك وتعالى عليهم فيقول: لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. الله جل وعلا يطلب من عباده أن يسألوه فاسألوني، فيجتمعون على كلمة واحدة. تخيلوا أهل الجنة كلهم يطلبون طلبا واحدا، ما هو الطلب؟ أرنا وجهك ننظر إليه. غاية الأماني، منتهى الطلبات، أحلى الأمنيات: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الله جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره جل وعلا. لولا أن الله جل جلاله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، لولا أن الله حكم ألا يحترقوا لاحترقوا. إنه الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة. تتغير الوجوه كلها، تنظر الوجوه لأنها نظرت إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. من أراد أن ينظر إلى وجه الله جل وعلا فليحرص في هذه الدنيا على الصلوات الخمس، ليحرص على ذكره جل وعلا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. في تلك اللحظات أشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الجنة بنور ربها. نظر المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، إنه المزيد ولدينا مزيد. ما أعطوا في الجنة نعيما أفضل ولا أعلى ولا أجمل من لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنه الله جل جلاله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من مشهد من المشاهد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.